مع كثرة المشاريع المنزلية والفردية باتت المواد التجميلية والتي يروج لها على أنها علاجيات تملأ صفحات مواقع التواصل. ما عليك إلا التواصل مع الصفحة وسيصلك المنتج إلى باب منزلك. فما آليات الرقابة المتبعة لهذه المواد؟ ما أضرار استخدامها؟ كيف يمكن التأكد من سلامتها؟ وما شروط عرضها أيضا في الأسواق؟ سنناقش هذا الموضوع مع رئيس قسم التفتيش على الأجهزة الطبية ومواد التجميل الصيدلاني في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سيد إسحاق أبو حسين. صباح الخير لك. صباح أهلا وسهلا فيك. في البداية دائما ما يقال أنه الأمور الطبيعية أو المواد الطبيعية هي الأفضل دائما للإنسان وصحة الإنسان، وبالتالي أيضا توارثنا الكثير من الأمور. ففي العقلية والذهنية المجتمعية فكرة الأمور الطبيعية مرتبطة بأنه أي شخص ممكن أن يقوم بتركيب مواد معينة. اليوم هل نستطيع أن نقول أنه هذا الشيء صحي أو معتمد؟ وكيف يمكن الرقابة على هذا الموضوع في ظل هذا الانتشار؟ في البداية أشكر قناة المملكة على الاستضافة، وبدي أنوه أنه المواد الطبيعية هي مواد جيدة للاستخدام، لكن يجب تصنيع هذه المواد في ظروف تخزين في ظروف صناعة مناسبة، ولا يتم صناعتها في ظروف منزلية أو ظروف غير مراقبة. مصنع أو مصانع التجميل التي يتم ترخيصها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي مصانع حاصلة على شهادة التصنيع الجيد، وهذه المصانع تخضع لرقابة دورية من قبل المؤسسة، حيث يتم التأكد من التزام بالأسس الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان إنتاج مستحضر آمن وغير ضار من مستحضرات التجميل. مواقع التصنيع، عند التفتيش على مواقع التصنيع نقوم بالتأكد بكثير من الأمور التي يتم الرقابة عليها، من مدخلات الإنتاج، من المواد الأولية، صلاحية هذه المواد، فحصها مخبريا قبل الصناعة، فحصها مخبريا أثناء الصناعة، وفحصها عند المنتج النهائي، وكذلك البيئة، بيئة التصنيع. يعني نعم دكتور، يعني هذا في الوضع الطبيعي والمثالي. نعم والنموذجي. نعم. ولكن يعني على أرض الواقع هناك الكثير من المنتجات اللي هي غير مشمولة في هذا النوع من يعني البروتوكول الصناعي لنقل للتعامل مع المنتجات الحساسة إلى حد ما. فهل هناك أي آلية للرقابة عليها خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، هسه بخصوص المواقع التواصل الاجتماعي والصناعات المنزلية، واغلب او نقول اكثر المنتجات المنزليه مربوطه بصفحات الكترونيه. صحيح. للترويج هاي وكثره في الاونه الاخيره صدقا، يعني فبتوجيهات من عطوفه المدير العام في بدايه العام الماضي سنه 2022 تم التوجيه من قبل عطوفه المدير العام بتشكيل لجنه متخصصه بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الصفحات وما يروج على هذه الصفحات، سواء للمستحضرات المجازة أو غير المجازة. بتكون بناء يعني على شكوى احيانا ممكن ان تكون مقدمه، يعني يمكن حتى فكره او ثقافه الشكوى انه وجود مؤسسه الغذاء والدواء او حمايه المستهلك او غيرها من المؤسسات المعنيه يمكن بالخدمات المقدمه الى المواطنين لا يعي الكثير من الناس انه ما هي الحقوق او حتى ما واجبات هذه الاماكن لتوفيرها كخدمات للمواطنين. فهل موجود هذه الثقافه؟ هل هناك شكاوى؟ هل وصلكم شكاوى؟ نعم يوجد، يوجد شكاوى، يعني خلال نقول ما نوع الضرر مثلا؟ من بداية 2022 عدد الشكاوى الواردة بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي كان تقريبا 186 شكوى، وتم التعامل مع أغلب هذه الشكاوى. نعم. وتم إغلاق العديد من الصفحات من خلال تحويل هؤلاء الأشخاص. ماذا كانت نوع المخالفة؟ نوع المخالفة هي مستحضرات غير مجازة. أغلبها مستحضرات غير مجازة، المستحضرات هي إما أن تدخل عن طريق استيرادها بطرق غير قانونية وغير مشروعة، أو هي منتجات محلية يتم تصنيعها في ظروف صناعية غير مناسبة، سواء في منازل أو في مصانع غير مرخصة. إذا حدث ضرر ما
لأحدى السيدات مستخدمة بعض الكريمات المجهزة منزلية. نعم. بتعرف يعني في مواد طبيعية أحيانا بقول لك يعني بساطة هذا الكريم أو بساطة هذا المنتج لا يحتاج منه كل هذا الاستعداد. فماذا يحدث إن كان لي المؤسسة أو المكان الذي أنتج هذا الشيء وأنا كيف أحصل على حقي؟ نعم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء لديها قسم معني بهذا الموضوع وقسم الشكاوى والاستفسارات. وهذا القسم من خلال الرقم رقم الشكاوى والاستفسارات اللي هو 0795-632-3 يستطيع أي مواطن تقديم شكوى دون الحضور إلى المؤسسة، تقديم شكوى برسالة نصية أو بالاتصال الهاتفي على هذا الرقم حيث يتم التعامل مع هذه الشكوى وهذا الاستفسار. ما نوع المخالفات التي من الممكن أن تطبق؟ المخالفات احنا بنطبق على هذه المخالفات ما ورد في قانون الدواء والصيدله الماده 88 باء على الف على 1 88 باء على 1. المخالفات تكون بتحويل هذه الاشخاص الى القضاء وباغلاق هذه الصفحات عن طريق اداره البحث الجنائي واتلاف المواد المضبوطه. نعم، هذا في حالة أن يكون هناك ضرر أم يعني من خلال رقابة طبيعية؟ حتى لو كان ما في ضرر، إذا كانت مخالفة هذا هو الإجراء، في حالة كان ضرر على المواطن، المواطن يستطيع أن يقدم هذه الشكوى ويتم التعامل مع هذه الشكوى وإثبات الضرر من خلال سحب عينات وفحصها، ويستطيع هذا الشخص التوجه إلى القضاء ل حصول طيب. على حقه الشخصي نقول، اما الحق العام نعم. المؤسسه معنيه بتحويل هؤلاء الاشخاص الى القضاء والى المحاكم كحق عام. جميل. بعض المستحضرات التي من الممكن ان تكون جيده فعليا وهي طبيعيه ولدى يعني في طلب كثير منها في الاسواق، فبالتالي كيف من الممكن ان يتم نقل هذا المنتج إلى منتج مرخص بالدرجة الأولى؟ الموضوع سهل جدا، بس في ناس كثير يعني بيحاولوا أو عندهم شعور أن هذا الموضوع صعب. هو سهل جدا، يعني من خلال التوجه للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتقديم التركيبة التي يريد ترخيصها لهذا المستحضر التجميلي أو التجميل الصيدلاني يتم دراستها من خلال لجان مختصة ويتم الموافقة عليها وإصدار كتاب بإجازة هذا المستحضر. النقطة الثانية اللي بدي أحكي عنها أنه هذا المستحضر يجب تصنيعه في مصنع مرخص أو مصنع معتمد نقول من الغذاء والدواء حاصل على شهادة التصنيع الجيد. في عندنا شيء اسمه التصنيع التعاقدي، أي شخص بيقدر يتوجه إلى أحد هاي المصانع، وهي كثيرة صارت عندنا مصانع التجميل عندنا بحدود يعني منتشرة من الشمال إلى الجنوب، عندنا بحدود تقريبا 70 مصنع مرخص. هاي المصانع بيقدر يعمل اتفاقية تصنيع تعاقدي بحيث يقوم بإنتاج هذا المستحضر في هذا المصنع بظروف جيدة ومناسبة من مواد نقول مطابقة مفحوصة في جميع مراحلها. نعم. وبالتالي يكون وضعه قانوني. ولكن ليس بالضرورة أن يكون الشخص المعني بهذا الموضوع هو صيدلاني أو صاحب خبرة. نعم، لا غير معني غير معني أن يكون صيدلاني، وكذلك هو غير معني بإنشاء موقع تصنيع. كثير من الناس بيعتقد أنه إذا بدي يصنع مستحضر تجميلي لازم يكون عنده موقع تصنيع. هو مش يعني مش ضروري، ممكن أن يلجأ لأي مصنع من المصانع المرخصة ويقدر يستفسر من خلال الغذاء والدواء عن هذه المصانع ويتوجه لأحد المصانع القريبة منه أو اللي تناسبه كويس ويعمل اتفاقية تصنيع تعاقدي، منتجه بكون آمن ومنتجه بكون مصنوع بطريقة صحيحة وسليمة ويستطيع تسويقه أيضا، ويكون تسويقه أوسع انتشارا كونه آمن. نعم. نعم، يعني بالتأكيد هذا موضوع مهم جدا، وأكيد هذه شهادة تدعم أيضا من الغذاء والدواء. نعم. لتدعيم. نعم. هذا. نعم. المنتج. نعم. شكرا سيد إسحاق أبو حسين رئيس قسم التفتيش على الأجهزة الطبية ومواد التجميل من مؤسسة الغذاء والدواء. شكرا لك وشكرا لقناة المملكة على نقول دورها. شكرا. شكرا على دورها في التثقيف وتوعية المجتمع المحلي أكيد في هذه المواضيع. مشكورين. شكرا لك. العافية.